عاملين دعم للقضية الفلسطينية. امبارح تم إدخال 82 شاحنة لقطاع غزة، من بينها 4 شاحنات بتحمل كميات من الوقود و78 شاحنة بتحمل كميات كبيرة من الأغذية، الأدوية، الخيام، الأغطية، المفروشات، من بوابة ميناء رفح البري بشمال سيناء. كمان استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء 15 جريح ومصاب فلسطيني من مستشفيات قطاع غزة، وتم نقلهم لمستشفيات شمال سيناء بسيارات الإسعاف المجهزة. يعني لإمتى هنفضل كده؟ مش عارفين لإمتى هيفضل ده بيحصل، مش عارفين إمتى هيقف الدم وهيقف اللي بيحصل في الفلسطينيين، مش عارفين. الخرس اللي حاصل ده يعني من العالم، بصي يعني ما يعني مش عارفه، ما فيش كلام يتقال. ان شاء الله امرا كان مفعولا. اللي بيحصل في فلسطين يعني يمكن مش هقول من مميزات، بس من الحاجات الايجابيه اللي عملها فينا ان هو زود عقيدتنا في القضيه الفلسطينيه. طبعا خلى كل واحد فينا بقى حريص وعنده يعني اي نيه واي استعداد ان هو يقدم كل اللي يقدر عليه عشان يدعم هذه القضيه. صحيح. دعم اهلنا في فلسطين سواء عن طريق رسم رسومات، عن طريق مقاطعة منتجات، عن طريق كتابة بوستات على الفيسبوك عشان يوصل للعالم، وبالفعل وصل للعالم. النهاردة العالم اللي كان مؤمن جدا بقضايا الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وإن الدولة الفلانية بتخاف على حقوق الإنسان، وهو أيقن وتأكد وشاف بعينه إن مفيش حاجة اسمها حقوق الإنسان عند هذه الدول المدعية. صح. النهاردة أغلب السكان على مستوى العالم والشعوب على مستوى العالم بتدعم الفلسطينيين. صحيح. نفسهم هذا الدمار يتوقف، وتغيرت كرههم أو كراهيتهم الشديدة للإسرائيليين. صح. الصهاينة، الحكومة الصهيونية الإسرائيلية أصبحت موجودة على السوشيال ميديا معلن عنها. صحيح. في دول أصبحت بتحط قيود وشروط على دخول الإسرائيليين، كسبوا كراهية العالم كله. فأنا واثقة وعندي يقين بإذن الله إن أنا طبعا ما أعرفش الحكمة يعني الإلهية في هذه الأحداث إيه، لكن هتتضح بإذن الله وربنا هينصر إخواتنا الفلسطينيين في غزة.